الشرب حنوش. الحمد لله الامتحان كان حلو والمكان كان حلو باذن الله، وكل عاد ان شاء الله، والامتحانات الجايه تبقى اسهل باذن الله. المراقبين طيب؟ المراقبين كانوا يعني اللي هم يعني. طب الحاجات اللي انت بتذكرها بتيجي في الامتحان؟ اه مش قوي، مش حاجات كلها. بس الحمد لله ان شاء الله. اسمي محمود احمد، الحمد لله النهارده الامتحان كان كويس واللجنه كويسه، بس في كام حاجه يعني كده في الامتحان، بس الحمد لله عدينا على خير وان شاء الله بقى المواد تبقى حلوه يعني والحمد لله. انا اسمي عمر محمد شعبان، وامتحان الاقتصاد كان حلو، وامتحان الاحصاء كان فيه تريكات كده، بس كله جه من كتاب الوزاره يعني. طب المراقبين؟ يعني المراقبين في كده وفي كده عادي، بس يعني اغلبيتهم بيبقوا شاكين. تمام ماشي. عمر الخواص، النهارده الامتحان كان 100 الحمد لله، واللي احنا بنذاكره بيجي في الامتحان، الامتحانات سهله. طب والمراقبين؟ المراقبين يعني حلوين. شادين اللجنه ولا؟ نص نص. تمام ماشي شكرا. اسمي محمد خالد، النهارده الحمد لله وجينا الصيام، وكان الامتحان اللي بيحصل الاقتصاد سهلين جدا، والدنيا كانت حلوه الحمد لله، واللجان كانت سهله، والامتحانات كانت سهله والحمد لله شكرا. اسمي حسن محمد، الامتحان كان الحمد لله جاي سهل. المراقبين الله اكبر عليهم شادين شده، الله ينور. طب الحاجات اللي انت بتذكرها بتيجي في الامتحان؟ اه طيب تمام ماشي شكرا.